بالنسبه للقاعه اللي احنا كنا معناها مش نحتضنوا فيها نهائي كره السله يوم السبت هذا، ولذا اذا النادي الافريقي معناها عندنا 3 ايام لاصلاح اضرار تتجاوز قيمتها 100,000 دينار، يعني الابواب اللي والكراسي يعني والمدرجات واجهزه المراقبه والاجهزه الكهربائيه، يعني الى هذه اللحظه يتواصل القاعدين يبعثوا لي توا في الصور للمجموعات التقنيه في القاعه ترادس ويقولوا لي سارق 72 ساعه لاصلاح كل ذلك حتى نامنوا من تامين كره السله، ان شاء الله نخلطوا لعبات باش تخدم ليل ونهار. احنا في نهايه الامر متمحنا انه تبقى الرياضه حاضنه للناس الكل، وان شاء الله العقوبات ما تكون جماعيه وتكون جيست للي كل من يستكشف عنده التحقيقات تلزمها تكون بالدليل والبرهان.